يوسف البليلي. وضعية يوسف البليلي وضعية رجعت عادية، كنعرف هو اللي وقع مشكل كبير، مشكل يتمثل في أنه غاب على التمارين معناها بدون ترخيص وبدون عذر. مش لازم نرجع على الأسباب، هو ولدنا، ولد صغير وولد صغار كلهم نحاولوا كيفاش نأطروهم، لكن توا صلحت الوضعية، رجع يتمرن. حضرنا له برنامج تأهيل بدني احترمه احترام كامل، والمؤهل البدني اللي خصصناه له اعطاه ضوء الاخضر باش يلتحق بالمجموعه. كان له اجتماع مع مسيو رود كرول واتفقوا على برنامج عمل مع بعضهم، وتوا يوسف البليلي على ذمه الاطار الفني لفريق الاكابر. هذه اسال عليها مسيو كرول.